صدق الله العلي العظيم. نصرة للمظلومين، قناة صدى، وكالة صدى، قناة المتقاعدين العراقيين المدني والعسكري. والتقيت بالمواطن المنهمك اجتماعيا واقتصاديا، الأخ أبو مصطفى في المجمع حسابات الدولعي، فليتفضل أبو مصطفى لإدلاء كلمته. تفضل أخوي أبو مصطفى. والله أخويا إحنا كنا بالحصوة. نعم. حصوة مالت أبو غريب. حصوة أبو غريب. 2003 صار التهجير. نعم. شيلونا تتفي بالطائفية. شيلونا. نعم. جينا هنا هم قاعد فارغ قعدنا بيها وبدينا غرفة وقاعدين بيها. نعم. عندي سبع بنات والمرأة. سبع بنات. وعندي بس ولد واحد. نعم. صغير بالعمر؟ إيه. نعم. لا عندي راتب. لا عندي راتب رعاية، لا عندي راتب على الموظف مثلا اشتغل. معلوم. أو تقاعد عندي ماكو. كل شيء ماكو. معلوم. وأني عندي سوفان بالركبة، يعني يوم الآخر حبوب وعلاج أطلع لي خمسة أيام ستة أيام أقدر أمشي أطلع أشتغل. وأنا عمري عاد 63 سنة، 54 سنة. بعد مو ماشي شغل. نعم. وابني بس واحد يعني شو يقدر يلحق عليه؟ وتعرف انت اذا واحد عنده خمس بنات ست بنات مطالب هوايه. نعم. هسه اني من 2016 اقدم اريد لي راتب رعايه، يعني واحد عن هذا العالم؟ من 2016 لحد الان ماكو. اراجع يعني بجابيه منطقه الابنه يقولوا لي بعد اسمك انتظر. ما عرفت هسه لي اسم ما لي اسم. جاء راجع قال قدموا على الانترنت. قدمت. اجت باحثة لنا الشارع العام وهم مطلعت اوراقي وهم كل شيء ماكو. لحد الان لا راتب لا شغل وقاعد وساكن بس رحمة الله بالتوفيق. خوش حج. والله انت مهجر من الحصوة؟ من الحصوة. من الحصوة. حصوة ابو غريب. حصوة ابو غريب. بيتك ملك؟ اي باسم الحجي. والوالد يعني هذا كورثه. ورثه. نعم. ما شاء الله سبع ولد. ومأوى لك يعني انت وعيالك. انا وعيالي كنا قاعدين بها سوا. طيب طيب. من صار تهجر عفناه. تهجرت يعني اجبارا تنظيم القاعده. تنظيم القاعده. على ان تترحل لو تذبح انت وعيالك. مو بس انا فانت انجبرت يعني وياكم هسه عوائل هوايه. عوائل مهجره. وهي مهجره هي بسبب تنظيم القاعده. فانت شو الداعي هنا المسؤولين في الحاله هاي؟ والله اللي يصفوننا يشوفون حالتنا. نعم. يعني هم على الاقل راتب ان نعيش به حالنا حال الحال. زين. يعني هسه يعني انا هسه مو صغير عمري يعني كبير. نعم. مو مال عمل، مو مال عمل. مو مال عمل. مو مال عمل. يعني شو اذا اشتغل عماله؟ حق. لو اشتغل تكرم يعني بالزباله شيء. لا لا ما تقدر انت لانه ما تقدر انك انت انسان معوق اصبحت وعمر كبير. هسه عندي العلاج هسه هذا مال السرطان والحبوب مال المفاصل. قلت لك اخذ لي حبايه وحبايتين اخذ ثلاث ايام اربع ايام اقدر امشي على رجلي. حقك. اروح اشتغل اجيب المحل الله قاسم. حقك. عندي ولد واحد، الولد واحد ايش يسوي؟ طفل. حصل له 10000؟ وهو طفل يكون 10000. خلي حصل له 10000. نعم. زين انت قلت خمس نفرات ست نفرات. نعم. شتها شكل. لا ما كيف تطيها مولدة تطيها عيشتها حق مريضة. عندي وحدة عندها صرع. نعم. صرعها وها صار لها ست سنوات عندها بشكل حاليا. خوش خوش. وحدة سايب لي عندي والله انت جرثومة يا حبيبي. جرثومة صار لها سنتين اراجع بيها. هم ما راجع اقول لك دكتور كذا ما حد ما عندك امكانية على مراجعة الاطباء. مو اطباء اي ما عندك مراجعة. مستوصف. نعم مستوصف. مستشفى الكاظمية ابو حليلة. تقدر لك يمكن على تذاكر. اي هاي. اي تذاكر مثلا. ايش قصدك على التذاكر 1000 دينار؟ اي احكي لك صدق اكثر من دكتور ما حقيقي. وهاي احنا عايشين على الله، الله بس. هسه انت توجه نداءك للسيد رئيس الوزراء. اي والله محمد الشياع السوداني. منصف. ابن المقداد ابن الاسود الكندي. احسن. اللي هو الذراع الايمن لامير المؤمنين علي بن ابي طالب. والله والداعي تقول له بجاه يعني علي بن ابي طالب ان تنظر الى حالنا. ان تنظر الى واحنا اخوتك. حالنا. وان شاء الله نكون احنا سندك الايمن ساعد الايمن لك.
ان شاء الله والله تنهض بينا وان صابك وجالك وانصفي والله اها وجالك بعد عندك شيء اخي ايوه ها بعد عندك شيء اخي لا والله احنا من عشتنا ما شريت على شيء مش شكرا اخ ابو مصطفى بس انا هالبنيات هاي كسر الله شكرا اخي ابو مصطفى ونشكر السيد رئيس الوزراء أيوة. والمسؤولين رجاء منكم ان تنظروا الى هذه العائله المنهمكه التعبانه عيشتها وتعبانه مأوى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا الناشط المدني ابو مهند. اغاثي ابو علي رحمه الله. ابي شوي فد فكره عن المتقاعدين، النتائج مال الاجتماعات. اي مو وين وصلت؟ اي ان شاء الله ان شاء الله، فداني هم اريد اعرج على الموضوع الشخصي شويه. اي. أولا السلام عليكم جماعة مبارك على الجميع، شكرا للأستاذ نعم العاصي أبو أحمد صاحب وكالة صدات الشرين الإخبارية ومدير قناة المتقاعدين العراقيين، إضافة للشيخ الجليل الأستاذ الأخ العزيز المتقاعد أبو علي. حقيقة يعني جهود مباركة من قبل رابطة المتقاعدين العراقيين وجمعية المتقاعدين اللي بثقت أنه مؤسسة نداء الشباب الإنسانية بجهود خيرة من قبل يعني أعضاء الروابط إن كانوا مدنيون عسكريين، إضافة إلى جهود يعني النائب معين الكاظمي في يعني منحهم هذه الموافقات على ميثاق هذه المؤسسة اللي هي من منظمات المجتمع المدني. إن شاء الله نتمنى في قادم الأيام يكون هنالك انفراجة في كل المشاكل. الإجازة أبو مهند صادرة. صادرة وهاي مثبتة. إحنا قصدي إنه في قادم الأيام قد يكون هناك انفراجة حقيقية في كل مشاكل المتقاعدين وخاصة موضوع زيادة رواتب المتقاعدين اللي هذه يعني حقيقة من العمود الأساسي والفقري في موضوع أنه الوضع الاقتصادي لكل متقاعد إضافة إلى بقية شرائح المجتمع. اليوم أتحدث عن جانب آخر حقيقة، يعني موضوع شخصي. أنا من المتعودين يعني دائما المدافعين عن حقوق الآخرين ولا أطلب شيء لنفسي، ولكن حقيقة كنت خارج مشكلة واليوم أنا أصبحت داخل المشكلة. يعني أنا كنت أسمع يعني أحاديث الناس في موضوع أنه وزارة الداخلية ومراكز الشرطة وهاي الأمور، بعض الأحيان استغرب وأقول أنه لا يمكن، غير ممكن أنه في مدينة بغداد أو في العراق توجد مثل هذه الحالات، ولكن حقيقة عندما حدث الأمر معي استغربت أنه وجود مثل هذه الممارسات في مراكز الشرطة، حقيقة أقولها بصريح العبارة. واليوم أنا يعني من خلال قناتنا الكريمة قناة المتقاعدين راح أضع رقم تليفوني وانتظر أنه يكون هنالك يعني على الأقل اتصال من مكتب وزير الداخلية أو من مثله على الأقل الإعلام الداخلية من أجل تبيان الحقائق بما يخص ما حدث معي في الأسبوع الماضي ومحاسبة إذا كان هناك تقصير، حتى لو اقتضى الأمر أنه أنا من أحاسب إذا كان هناك معلومات خاطئة. هذا طبعا. أولا رقم التليفون 0-710-5-1-791 الناشط المدني المتقاعد فلاح البرزنجي. إن شاء الله إن شاء الله صوتك أنا أشكركم.